بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين الموافق 26 من شهر يوليو 2021 الموافق 16 من شهر ذي الحجة، وصول الدفعة الثانية لمديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 6 طن والسابق 4 طن، وبذلك يكون قد وصل لمديرية أوقاف الجيزة حتى تاريخه 10 طن. من مديرية أوقاف الإسماعيلية ومن هذه المحافظة الباسلة نبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحي. هذه أول بشائر الخير في قوافل صكوك الأضاحي لعام 1442 هجرية تصل إلى مديرية أوقاف البحيرة. اليوم الاثنين 26/7/2021 ميلاديا تسلمت مديرية أوقاف أسيوط الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وكل عام وأنتم بخير.